السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ملاح مع رمضان. اليوم جيت نقدم لكم وصفه تاع لي كيش بالسلق ولا السبانخ. بون، الحاجه الاولانيه اللي نبداو نديروها انا نوجدوا لافارس تاعنا. لافارس تاعنا اليوم راح تكون السلق بالجبن. بون، لاباط ما نوجدهاش من قبل باسكو ما راهيش رايحه نخليها تخمر، نستعملها مباشره. دوك نبداو بلافارس تاعنا. راكم تشوفوا معايا البنات، بعد ما دبل لي كاع هذيك السلق تاعي نروح نضيف له فلفل كحل، زنجبيل، كركم، الملح والثوم. نضيف كاع هاد المكونات لداخل، نزيدو الزيتون تاعنا مع بعض، نزيدو له انفيلي تاع زيت الزيتونه كما راكم تشوفوا معانا. كي نطفيو عليه النار ماشي وهو فوق النار. البنات بعدنا وجدنا لافارس كيف كيف، دوك نروحو ننتقلو نوجدو العجينة تاعنا. كيما راكم تشوفو معايا هنا عندي الفارينة، الزيت والفارينة فيها هنا شوية ملح، عندنا خميرة وعندنا السكر. هذا مكان باش نوجدو لاباط تاعنا وما نساوش الماء تاني. بالنسبة للكيلات، أنا كيلت بهاد الكاس هدايا تاع 240 مليلتر، درت منو زوج كيسان وربع تاع فارينة، هايليك زوج كيسان وربع تاع فارينة، وزدت لهم قرصة ملح، الملح راهو هنا مع الفارينة. ودرت هنايا مغرفه صغيره تاع السكر ومغرفه صغيره تاع خميره الخبازه، وهنايا راني دايره نص كاس زيت. هاكا دوك نخلطوا البنات كلش، يعني نخلطوا كاع المكونات تاعنا بلا ما نخلوها. وهاد العجينه فاش نروحها ما نخلوهاش تخمر، تسمى ما تشدناش كاع الوقت، بالخف نطيبوها كما راكم تشوفوا معايا. نفرغ الزيت مال ما خلطت المكونات تاعي، نضيفو دوكا نص كاس ماء دافي الخالي تاعي، وهاديك العجينة تاعي راهي واجدة. دوك نكملو نخلطوها ومن بعد هاديك نحلوها باش نبداو نديرو التشكيلات تاع التشكيل تاع العجينة تاعنا. البنات هاديك لاباط تاعنا مور ما لميناها شوفو كيفاش تجي، تجي بزاف خفيفة، تجي هايلة ما تجيش يابسة مطلوقة بزاف. دونك نفارينيو لو بلون دو طرافاي تاعنا، نديرو لافارين فوق لو بلون دو طرافاي تاعنا ونحلو لاباط تاعنا. ما نحلوها رقيقه بزاف وما نحلوها خشينه، يعني باسكو ما تنساوش بلي رانا دايرين الخميره باش ما تجيناش معجنه. هذيك البنات العجينه تاعها بعد ما كملت حليتها، انا حنستعمل هذا المول هذايا. دوكا نروح نقطعها، نوريكم كيفاش نقطعها. جامي جامي لا تروحوا تقطعوا ديريكت هكا بالمول، باسكو العجينه ماهيش حتكفيكم، اخذت لهاد المول راهو داخل فيه ارتفاع، فيه عمق راه عميق، تسمى العجينه كي تدخل ماهيش حتوصل لي كاعيتك لهنا. دوك واش نديرو، نحطو معلو العجينتنا نسيو نقطعو عجينة، نحطو معلو المول تاعنا نسيو نقطعو كبير عليها، تسمى هاولي كان نسيي ندير هاكا، فوالا منا هاكا كبير عليها شوية، فوالا. ونفس الشيء بالنسبة للعرض هكدا كبير عليها شوية، ونكملو بنفس الطريقة هاياك قعدنا. نعاود نحكم المول تاعي هاوليك كيما راكم تشوفو معايا، نرفدو هاديك العجينة هاديك كيفاش درتها. بون لازم تكونو خفاف برك البنات باش كي تخدمو، باسكو راهي فيها خميرة باش ما تخمرلكمش قبل ما تدخلوها الفرن. كيما راكم تشوفو هاوليك الشكل النهائي تاعها، برك هنايا نزيروها هنا شوية هكدا. البنات بعد ما درنا لافارس تاعنا في لاباط وزدنا من الفوق فرماج، دوكا نروح نزيدو لها من الفوق البيض كيما قلت لكم. هنا راني دايره حبه بيض كومبلي، وزدت لها شويه حليب وشويه ملح على مكان، نرفدو بهذه الطريقه ونفرغو في لاباط تاعنا هكا من الفوق، ونكملو كاع الحبات بهذه الطريقه. وعندكم البنات ما تنساوش باللي الفرن تاعكم تشعلوه من قبل على درجه حراره 170 درجه، تشعلوه من الفوق ومن تحت. بالنسبه اللي يقدروا يشعلوه من الفوق ومن تحت، واللي ما يقدروش يشعلوه من الفوق ومن تحت عادي يشعلوه من تحت حتى يحمر لهم الحبات تاعهم ومن بعد يشعلوه من الفوق. بالنسبه للسلق ما تعمروش حتى الفوق، ديروا حوالي نص تاع نص تاع الحبه، ما تعمروش حتى الفوق. وعندي ثاني ملاحظه نقولها لكم، كي تروحوا تحلوا العجينه تاعكم ما تكثروش بزاف الفرينه، باسكو العجينه بزاف هايله وما تلصقش. ميم ليمول اذا شتوني انايا ما دهنتهمش